صارت لي وتعطلت علي مركبتي. وقفت وفكرت وتساءلت لو فيه منصة رقمية تساعدني. صارت لك؟ وبنيت وقتها فكرة رهيبة في ذهنك، فكرة تساعد الكل في تحسين تجربته وتيسير عملية حصوله على الخدمة من ورش إصلاح المركبات ومتاجر قطع الغيار وغيرها في كل ما يتعلق بالمجال. إذن لا تخلي الفكرة في مخيلتك وأطلق لها العنان من خلال مسابقة منصة إصلاح المركبات وقطع الغيار اللي بدأتها منشآت وفتحت فيها عالم واسع من الفرص الواعدة في القطاع، حيث راح يكون في المسابقة 3 فائزين بمجموع جوائز قدرها 170,000 ريال. في حال كنت من المصممين ومطوري التطبيقات الإلكترونية أو مبدع ومبتكر لفكرة منقذة أو حتى صاحب شركة ناشئة في المجال، فيد واستفيد، سجل في التحدي من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة فكرة fikra.si خلال الفترة من 12 يوليو وحتى 12 أغسطس، وابدأ رحلتك اللي راح تمر فيها على 5 مراحل تساعدك في الوصول إلى مرحلة تتويج الفكرة اللي راح تكون بكرة واقع. تذكر بأن الفكرة تخليها تبطل تتعطل وتعطل.